بحرص دائما انا يعني بتابع مع اخصائية بشرة دائما، بهتم بشعري. هلا احمد صار بده يهتم بالعناية لشعري. ف يعني الامرأة بتحب بشكل عام انها تهتم بمظهرها الخارجي، دائما تتابع كل شيء جديد وكل شيء بناسبها. ايه طبعا بشرفني، اكيد بحب كتير اني بحب هيدا النوع من الستايل من اللبس، بحسه كتير بيشبهني. مش ضروري يربح، ما بده جايزة ليكون افضل لاعب بالعالم، يعني بالنسبة لإله بالنسبة لكتير ناس بيفهموا بكرة القدم. ولكن يعني شو بدي احكي عنه، ما بعرف شو بدي احكي عنه. يعني نحنا ما لازم نحكي عنه، ما فينا نعبر. يعني بكفي انه كتير كنت سعيدة اني شفته اكيد، وكل الفريق. بس هو يعني في هيك نكهة خاصة لانه افضل لاعب بالعالم. كتير بحبها، اكيد في كلمات ما بفهمهم صعبين، ولكن بحب اتعلمهم، بحب اني اغنيهم. والمواضيع اللي ما غنيتها بحب اني ارجع اغنيها، لانه من بعد بغيته حبيبي ان شاء الله راح يكون في تجربة تانية مغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.